مشكلة عندنا دابا بحال دابا عدوستي مستافدة هي وبناتها، هو ما عندوش استفادة، ما عندوش. قالك ما غاديش نعطيوها ليه، حتى قال لك تنشوفو، قالك حيت مع هو يلاه مزوج في 2015، ودابا هو دروك حتى الخدمة دروك ما خدامش، كيمشي دابا يعني كيمشي غير للبحر، مرة خطرة يجيب الحوت خطرة ما يجيبش، هذاك الشيء واش ما روج راسه، حيت مع دابا دروك نيت الشركة نيت اللي مشى بغا يخدم فيها ولا شي حاجة كيقولك اودي راه ما كيسمعش، بغيتي ديري لي دابا غير بيع وشرية، خاصو سميتني يعني خاصو نيت اللي يكون معاه باش يقول لي شحال هادي وشحال هادي، هو ما كيسمعش وما كيهضرش، بحال سميتو ولاد ها هي صيفطوا ليها شوية وشوية، وهو تا هو نيت يبيع شوية، بحال سميتني نيت في الحوت مرة يجيب خطرة ما يجيبش، صافي وحنا غادي. انا بغيت نخدم وهو قال لي لا ما تخدميش، ولدي نيت فعلا هو دابا ولدي دابا دروك نيت صغير، وكندي يعني كندي للترويض كندي اثنين وكندي ثلاث وكندي سميتو الخميس، كون بغيت نخدم راه خاص شي واحد يبقى يدير لي ولدي ويجيبو لي، ما كاينش اللي غيدي ويجيبو لي. انا كنطلب من الله يعني كل نهار تنقول يا ربي خلاص كون عيدرو معنا شي حل يعطيونا، ولا ودابا حتى داك اللي عطيني كتقولي ما عطوش يعطيوني ولا ما يعطيونيش، فهمتي كتقولي ما عطوش يعطيوني ولا ما يعطيونيش، واش يجيو نيت نهار يجيو يريبو عليك انت وانت ما عندكش، حيت هما ملي كيجيو كيبغيو يريبوك يقولوا لك فين مولات الاستفاده، كتقول لهم ما هي الا خرجت هي غادي يريب المحل، يا كديري الحساب من طبيعه الحال كديري سميتوني الحساب، كتخمي انك ما دايره حتى شي حاجه، ما دايره مستقبل لولادك ما دايره شي حاجه، والموت الله يستر شي واحد سميتوني ما ضامن سميتو عمره، كتخمي بزاف ديال الحوايج، الله يدير الشاويل ديال الخير. يعني داكشي نيت كيما كان داكشي سميتو نيت كيبقى ديال الله، يعني داكشي اللي عطاه لك الله المهم راه ديال الله، ولدي المهم داكشي نيت اللي عليا راه درتو على ولدي باش يولي يسمع ويهضر ويقرا حتى هو، حيت مع راجلي داك ما قراش وطفلتي حتى هي ما قراتش، حيت ما كانوش كيسمعوا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.